يعني في ظل المشاهد السوداوية الصعبة والضغط النفسي وكل ما تمر به المنطقة العربية من دمار على كافة الأصعدة، نحن بحاجة إلى متنفس. هذا المتنفس قد يكون من خلال قصة حب يرويها أبطال مليئين بالحياة. قصة الحب هاي احنا رح نشوفها سينمائيا مع مخرج مميز جدا. بنوعدكم بس تفوتوا تحضروا قصة الحب رح تطلعوا بمشاعر أكثر إيجابية، رح تكونوا نابضين أكثر بالحياة، لأن الحب هو أساس كل شيء ينبض. لما عثمان أبو لبن يكون هو صانع البهجة ويكون الفيلم من توقيعه، هذا دليل بأنه بعيد الحب سنشهد على ولادة قصة حب مميزة جدا جدا جدا. مين رح يكون معنا على الهواء رهف؟ اليوم بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا المخرج المميز اللي بالفعل توقيعه قدم أو بتوقيعه قدم عدد كبير من الأعمال الرائعة سواء بالسينما أو من خلال الشاشة الذهبية، وهو معنا على الهواء مباشرة المخرج عثمان أبو اللبن. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا بعمان ومن خلال شاشة عمان تي في وراديو روتانا. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا وسهلا بكل جمهور عمان وجمهوركم كلها. عامل ايه يا استاذ عثمان؟ وحشتنا. احنا مصري مره واحده، مصري مره واحده. احنا عندنا حب وعشق لاهالي مصر، يعني بس نشم هوا مصر على طول بنضحك انا وناديه، فمبسوطين باتصالنا معك. استاذ عثمان، بدنا نسالك شو اللي بيميز قصه هذا الفيلم عن الافلام الاخرى؟ انا مش عايز اعمل فلسفه جامده اقول لك اصل الفيلم ده مميز، بس هو الحقيقة هي رحلة كده جميلة الناس هتخشها، هتاخدهم في مشاعر مختلفة كتير قوي، يعني هتمرجح المشاعر ما بين دراما وما بين كوميديا وما بين حب، ويعني هيبقى فيها إن شاء الله، ده وعد مني، يعني حالة جديدة الناس ما حستهاش. العرض الخاص كان أول امبارح والحمد لله ردود الأفعال كانت إيجابية جدا جدا جدا. نعم، وده اللي خلاني متأكد من الكلام اللي أنا بقوله، يعني أنا عادة بقول الناس اتفرجوا وقولوا لي رأيكم. نعم، لكن الناس اتفرجت وقالت نفس الكلام، والحمد لله السوشيال ميديا عندنا بتكرر الكلام اللي أنا بقوله، فالحمد لله الخطة نفعت يعني. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ عثمان، بدي أسألك عن الأبطال اللي اخترتهم لتأدية أدوار يوسف وجميلة، أحمد حاتم وهناء الزاهد. كوننا حكينا عن السوشيال ميديا اليوم، قدي المخرج صار يحب يختار وجوه شابة عندها موهبة وبنفس الوقت الناس بتحبها ولها ملايين المتابعين على السوشيال ميديا، صار بيفرق بنظرة المخرج وبيأثر على انتشار الفيلم؟ السوشيال ميديا بتفرق طبعا وبتأثر جامد جدا، بس ده ما كانش سبب اختياري ليهم في الفيلم بصراحة. نعم، يعني أحمد حاتم احنا متفقين معاه من 2016، كان هو الماضي، هو اللي متفق عن الفيلم وكان اختيار بالنسبة لنا كان مهم جدا. أنا كانت مؤخرا احنا اشتغلت معايا من اوائل حاجات شغلها كان مسلسل مولانا العاشق. نعم، وانا عارف ان موهبتها جامدة وانا عارف ان البنت امكانياتها فظيعة، فكانت من الناس اللي هو انا كنت حابب ان انا اشتغل معها تاني. يعني انا بميل دايما للنجوم الشباب، وانا بميل دايما للحدوته اللي هي تبقى فريش وجديده ما تبقاش محروقه. فبحب دايما اخد ريسك، يعني انا راجل ريسك تيكر جامد. ريسك تيكر. آه. انا مش مش عاوزين نحرق الفيلم، بس اصابه البطل بالعمى انه ما بيشوفش، فكرك هذا اللي رح يخلق التحدي في احداث الفيلم؟ ده جزء من التحدي. نعم، التحدي الحقيقي كان عندنا كمان احنا نعمل فيلم رومانتك الناس تشوفه وتقتنع بيه، وفي نفس الوقت البطل ما بيشوفش البطلة، ما بيشوفهاش وبيحبها، تخيل. وبعدين مشاهد الحب عندنا كلها هما مش باصين في عيد بعض، تخيل. يعني عادة اول حاجة بتلفت نظر الواحد ما يبص العين اللي قدامه، فيحصل الكونتاكت، يحصل الكيمستري. فلما يحصل الكيمستري من غير ما يبصوا في عين بعض، في دي بتبقى غريبه جدا. مظبوط، صح. وده التريك بتاع الفيلم، ان انت هتحسي بده من غير ما يشوفوا بعض.
اللحظة الفارقة اللي بيشوفوا بعض فيها دي لحظة كبيرة جدا جدا جدا، فهتبقى بالنسبة لك انهم يبصوا في عين بعض ده موضوع كبير قوي. طب بس يشوفها، وهي المفروض ابسط حاجة، بس يشوفها بيفضل بيحبها ولا بيسيبها؟ بيحرقلك الفيلم. هنا زي سندريلا. مين ما شافها بيحبها. أنا الزاهد يعني طبعا. أستاذ عثمان إحنا كتير انبسطنا باتصالنا معك، وأيضا انعزمنا على حضور فيلم قصة حب يوم الخميس، يوم الفالنتاينز دي، وإن شاء الله يعني كلنا حماس وشو إن إحنا نتفرج على هالفيلم، لأنه كل إنسان بحاجة لجرعة حب، مش بس ب 14/2 ولكن على مدار العام. نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هالفيلم يحقق النجاح اللي بتتمناه، خصوصا وإنه تأجل من سنة لسنة، فإحنا بالأردني بنقول كل تأخيرة فيها خيرة. واحنا برضو والله ربنا يكرمنا، ويا رب الفيلم يعجب الناس. انا يعني فعلا 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 حاطط امال كبيره ان الفيلم يعجب الناس، ودي اهم حاجه بالنسبه لي، دي الجائزه بتاعتي يعني. استاذ عثمان، بس بالنهايه في سؤال دائما هيك بخطر على بالي، انت بتفضل اخراجيا السينما، التلفزيون او الفيديو كليب؟ لا السينما طبعا. السينما طبعا طبعا. السينما ان واحد ينزل من البيت عشان مخصوص، صح، ويبقى رايح يتفرج على الحدوتة اللي انا عايز احكيها، ده تقدير كبير جدا. فانا برفع القبعة وبشكر كل واحد بيقطع تذكرة وبينزل يتفرج على حدوتة انا بحكيها. احنا كأردنيين متحمسين على الحدوتة الجديدة، وان شاء الله يا رب الفيلم يلاقي النجاح المطلوب. تشرفنا انه حضرتك اليوم كنت معنا جزء من مشوارنا الصباحي. صح صح، best of luck عثمان ابو اللبن. شكرا شكرا لك. صح 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 صح